ده نتيجة تفاؤل المستثمرين بالمناخ الاستثماري الجديد بعد موضوع الصرف، سعر الصرف وانخفاض الجنيه امام الدولار يشجع المستثمرين اكتر في دخول السوق. ده نتيجه تكلفه الاوراق الماليه بقت اقل بالنسبه لهم بالنسبه للدولار، فده ممكن ينعش السوق الفتره الجايه ويعتبر الاسعار الاسهم اسعار تنافسيه دلوقتي. يعني تخطينا 7000 نقطه في المؤشر 30 وهي تعادل 6.3% ارتفاع. الارتفاعات دي ترجع الى اسباب متعدده، اخرها قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه امام الدولار في اخر عطاء من قبل البنك المركزي. تخفيض بيبقى مش في مصلحه الاقتصاد ككل، ولكن المصلحه الوحيده عادت في الوقت الحالي على البورصه، ولو قدرت الدوله تستعيد المستثمرين الاجانب في استثمارات غير مباشره واستثمارات مباشره هيبقى اثره ايجابي على الاقتصاد ككل وليس على البورصه خاصه. البنك المركزي وضع قيمه لتحويل الدولارات ان هو بيعمل عمليه ان هو الحدود اللي هي كانت في الصرف والايداع اللي هي كانت عن طريق البنك المركزي شال هذه المعوقات اللي هي كانت بتواجه المستثمرين الاجانب. شافوا ان ده قرار ايجابي من في صالحهم ان هم يبقى في مرونه في استثماراتهم داخل البورصه المصريه خاصه. احنا شفنا النهارده حجم السوق تخطى حوالي 1.4 مليار، وده حجم تاريخي ما شفناهوش مثلا من اكتر من عام، ممكن نقول على مدار السنه اللي فاتت والسنه دي احنا ما شفناش الرقم ده. بنقول ان دايما القرارات الايجابيه بيبقى ليها مردود ايجابي داخل البورصه المصريه.